السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديال أوبتيك جيومتريك على الموقع www.exomahub.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لو ديوبتر بلان. ألوغ الحصة الفايتة شفنا على ميغواغ بلان، شفنا دو فيديوهات وشفنا جميع لوكا اللي كان في الميغواغ بلان. دابا نشوفو لو ديوبتر بلان شي سامبل ومونتر بسيط بزاف، شي سامبل ماشي حاجة سهلة. ألوغ غنشوفو في هاد الفيديو هنا نشوفو ثلاثة الحاجات ومن بعد نكملوا الكور ديال لو ديوبتر بلون. نشوفوا اول حاجه هو ستيغماتيزم دو ان ديوبتر بلون. الوغ هذا اللي نشوفوا وقاش لوكا اللي كيكون فيها ستيغماتيزم ديوبتر بلون، وقاش كيكون مون ستيغماتيزم اكسيتيرا، كيفاش نديمونطريو على هذا الشيء. نشوفوا ستيغماتيزم ابروشي يعني بالسبيق تيوريم دو غوس. دونك اللي ما شاف ستيغماتيزم ابروشي راه درنا فيديو بوحدو على ستيغماتيزم ابروشي وستيغماتيزم ريفيرور. وغادي نشوفوا ايماج دو بيتيت اوبجي باراليل او ديوبتر، هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد الفيديو هذا ان شاء الله. اول حاجه غنعرفوا شي كوا ديوبتر. ديوبتر هو اي حاجه كتفرق ما بين دو ميليو كنسميوها ديوبتر، اكزومبل بحال لابيسين والهواء. دونك داك السطح ديال لابيسين كيتسمى ديوبتر بلون، لانه كيفرق ما بين دو ميليو هو بلون. الو غنديرو اكزومبل، هذا كيتسمى ديوبتر الا كان لو انديس ان ان اي ان دو ديفيرون، يعني ان ان كيخالف ان دو، يعني لي ميليو كيتخالف. سي بيان. الو غنرسم واحد لاكس اوبتيك. هاد لاكس اوبتيك هو لاكس فين كنرسمو الايماج وكيعطينا لوبجي فيه صافي. الو قلنا هاد البوان هاد اللي كيتلاصق فيها لاكس وهذا كنسميوها سومي، كنقولو لها باس لا سومي اس. سي بيان. الو سي تخي بيان هادشي اللي عندنا في الموضوع. اول حاجه غادي نديرو في هاد ستيغماتيزم دو ان ديوبتر بلون، غادي نشوفو كيفاش نرسمو الايماج ديال واحد ايماج ديال واحد الاوبجي صافي. الوغ غنفترضو اننا عندنا واحد الاوبجي، هذا هو الاوبجي سي سامبلومون، هذا سي اوبجي سميوه ا سي تري بيان. هاد الاوبجي اللي سميتو ا غادي تلقنا دو غاينو، لان قلنا حنايا في الاوبتيك اون جينيرال كامل باش نرسمو واحد الايماج نكتفي فقط بدو غاينو، ما نزيدوش عليهم. دو غاينو فاش تلاقاو يعطيونا الايماج سي سامبلومون دو غاينو. لو غاينو الاول باش يسهل علينا نحاولو اننا نديرو غاينو لو يكون بروبونديكولير افيك اشنو افيك هاد ديوبتخ، باش انه يزيد يخترقو سي سامبلومون. نضرب هنايا غادي يخترقو عادي شي خلينا في البريزم، لان هذا كيوقع له واحد الغيب خاكسيو، ماشي كيضرب ويرجع، هذا ماشي ميغوا، غادي يوقع له واحد الريفليكسيون. دونك غادي يضرب ويخترق. علاش خترقو وما نحاف ما والو؟ حيت اون باراليل هادشي شفنا في البريزم، او حيت بروبونديكولير هادشي شفنا في البريزم سي سامبلومون. هذا هو لو غايون الاول. الوغ هذا اللي انكسر هذا هو غايون مثلي شي. الوغ كنديرو اللور ديالو بحال هكا سي بيان باش نقدرو نلقاو الايماج. قلنا هذا هو الاوبجي. الوغ غايون الاول حنا حددناه، شوفو لو غايون الثاني، نحاولو نشوفو لو غايون الثاني. نديرو اكزومبل، هذا هو لو غايون تاعني كيضرب في هاد البوان هادي، نسميوها كيما العادة سميوها اي. كيفاش غادي يوقع هنايا؟ خاصنا نرسمو لا نورم كيما العادة، لأن لا نورم هو لي كيحددنا لو أونكل دو انسيدونس اكسيتيرا، باش أننا نعرفو أشنو غادي يوقع. دونك هذا هو لا نورم، هذا هو لا نورم ان. لا نورم كيكون بروبونديكولير افيك اش افيك ديوبتخ، عمودي هذا ديوبتخ لو بوان فاش ضرب لو غايون ديالنا. الوغ دابا شنو غادي يوقع؟ واش غادي يضرب ويرجع؟ هذا ماشي ميغوا، ماشي غادي يوقع فيه ريفليكسيون صافي. حنا كنهضرو على ديوبتر، يعني غادي يوقع له واحد الريفراكسيون، يعني غادي يخترق. دابا حيت غادي يخترق سي سامبلومون، واش غادي يقرب للنورمال ولا يبعد من النورمال؟ هادشي على حساب لانديس. نفترضو حنايا في هاد الوقعة هادي ان الانديس كبير، لانديس كبير، دونك لانديس ديال هذا كبير، هاو ان دو كبر من ان. دونك يعني اشنو غادي يوقع له؟ غادي يقترب من لا نورمال سي سامبلومون، غادي يقترب من لا نورمال، لان الانديس ان دو كبر من ان ان. شي شفنا فاش في الاوبتيك جيومتريك سي تري بيان. الوغ اشنا كنا نسميو هادي؟ الوغ الى بقيتو عاقلين، هادي هي الزاويه اللي كنا كنسميوها اي، هادي هي اي لونغل دو انسيدونس، وهادي دي ريفخار، هادي ريفخار سي ريفخار تي هي هادي. دونك هادي هي اي بريم، سميوها اي ولا سميوها اي ان اي دو. صافي اي ان اي دو غادي نسميوها ان. حد الان مزيان. دابا السؤال كيفاش غنرسمو الايماج؟ غنشدو هذا اللي انكسر، هذا اللي انكسر، دونك غادي نطولو اكزومبل، هذا هو اللي انكسر داير هكا، دونك غادي يكون بحال هكا هكا هكا
اللي تلصقوا في هذا البوان ولا هنا تلصقوا في هذا البوان دونك حنا رسمنا بعيد شوي دونك فاش بالكم هذه البارتي هذه شي سامبلومون المهم انه غادي تلصقوا في البوان ديالنا صافي دونك نحاول نحيو هذا الثاني نديرو بالخضر باش يكون داكشي باين هذا هو اللي انكسر في التالي كنطولو كيما طولنا هذا اللي انكسر كنطولو هذا باش نحددو الايماج ها هو الايماج هاي ضرب هنايا هاي تلاصقو هذا ها الغيون الاول مع الغيون جاي تلاصقو نسميو ادو هذا هو الايماج هذا هو الايماج ديال هاد لوبجي هذا اللي سميتو ا آه. سي بيان حد الان كلشي باين الوغ دونك كيفاش غادي نديمونطريو ان هاد الديوبتخ انه ستيغماتيزم ولا نون ستيغماتيزم رياضيا اما بالشكل راه ساهل بالشكل ناخذو بوان اخرى ناخذو غيون اخر اي ضرب هنايا دونك بالشكل دونك نتطرقو بالشكل من بعد نشرحو دابا رياضيا ومن بعد نتطرقو للشكل صافي الوغ شوف معايا كيفاش غادي نديمونطريو كترسم له هادي وكديمونطري له ان لو ديوبتخ اي نو با ستيغماتيزم وكيكون ستيغماتيف دوك الوغ غنحاولو اننا نشوفو بالزوايا اللي هنا شو معايا هاد الزاوية الاولى اي تخ اي دو هاد اي دو راه هي هادي هادي هي اي دو سي سامبلومون علاش لان هذا هو هذا اون باراليل وهذا اللي انكسر راه هو هذا دونك حنايا راه هو هذا صافي راه هو هذا دونك هاد الزاوية راه هي هاد الزاوية اي دو اي دو سي تخي بيان لا ميم شوز هنايا الا لاحظنا ان هذا عبارة على مستطيل صافي يعني هاد الزاوية كاملة هادي سميتها اي ان من هنا لهنا هي هادي صافي صافي هادشي سامبلومون عندنا واحد مستطيل هكا كيقسم هنايا اكزومبل هذا هو مستطيل كيقسم هو هذا دونك هاد الزاوية هادي الا كان سميتها اي ان هادي راه كتكون اي ان سامبلومون شي دانا حد الان صافي سير معايا مزيان دونك غادي دابا نخدمو في التريونجل شكون هاد التري هاد المثلث هذا نخدمو فيه ا ان ا ان اي اس هاهو ا ان اي اس عقلو هاد المثلث شنو كيعطينا كيعطينا ان طونجونت اي ان فانها كتساوي الضلع المقابل شكون هو هو هذا اس اي نبداو باس اي الى بديتي باس اي ديما نبدا باس اي اس اي الضلع المقابل مقسوم على الضلع المحايل حداه ياك دونك اس ا ان سي تري بيان الوغ دابا حنايا شفنا طونجونت الاولى غنشوفو المثلث الجوج المثلث الجوج ا دو ها هو ا دو اي اس دونك غادي يعطينا حتى هو طونجونت اي دو ها اي دو طونجونت اي دو كتساوي الضلع المقابل كتساوي اس اي مقسومة على الضلع المحايد وهو هذا اللي حدا هو أ دو كاينين كنبداو من إس إس أ دو سي تخي بيان أشنو العلاقة ما بين هذا وهذا وهو أنه عندهم إس إي إس إي نقدرو نجبدوهم دونك حنايا إس إي إس إي شنو كتساوي لنا المسافة إس إي كتساوي لنا دونك في هاد اللوكال الأولى كتساوي لنا هادي في هادي دونك كتساوي لنا إس أ ان فوا طونجونت اي ان سي تري بيان الوغ كتساوي لنا اس اي بالنسبه للمعادله الجوجه لا ميم شوز نضربو هادي في هادي طونجونت اي دو دونك نصبحو اس اس ا دو في طونجونت اي دو حيت الان كلشي مزيان الوغ دابا نقدرو نجبدو عندنا دابا غولاسيون ما بين الايماج الايماج والاوبجي هكا يعني عندنا دابا غولاسيون ما بين الايماج والاوبجي يعني ان الايماج اس ا المسافه ما بين لا سومي و بين الايماج كتساوي لنا كتساوي لنا دونك هذه نقسمناها لهنا كتساوي لنا المسافه اس ا1 فوا طونجونت طونجونت اي1 مقسوم على طونجونت اي2 سي بيان الو تبع معايا المسافه ما بين اس ا1 اس ا1 و اس ا2 دونك الا ما كانتش كتغير الا كانت هاد الغولاسيون كونستانت الا كانت هادي ثابت الا كانت هاد الغولاسيون هادي ثابته
يعني ما كتغيرش. دونك يعني ان هذا الايماج ستيغماتيزم صافي. يعني ستيغماتيزم كيفاش ستيغماتيزم؟ يعني الا خدينا اي غايون هنا تضرب في نفس لو بوان. علاش؟ لان المسافه تكون بحال بحال، لان المسافه خاصها تكون بحال بحال، يعني هذه كامله خاصها تكون كونستانت صافي. مزيان تبع معايا، شوف معايا مزيان. اس ا ان ها اس ا ان، دونك هذا هو الاوبجي، هذا هو الاوبجي. دونك هذه ما يمكنش تغير. دونك هذا حطينا حنا الاوبجي هنايا، دونك ما يمكنش نغيرو. هذا الاوبجي راه هو هنايا، دونك لو غايون اللي كيتيرو هنا ماشي واش كيتلاصقو في نفس البوان باش نقولو ان ستيغماتيزم صافي. سي تري بيان، يعني اس ا راه كونستانت كونستانت. دابا بقات هذه، الا كانت هذه كونستانت دونك هاد اس ا الايماج، هاد الايماج هادي المسافه ما بين لا سومي والايماج ما كتغيرش. يعني توت لو غايون اللي ضربو هنا غادي يضربو لنا في ا 2 صافي، غادي يضربو لنا في ا 2. دونك هادي هي الفكره. سي بيان، حنا واش طونجونت اي على طونجونت مقسوم على طونجونت اي 2 واش كونستانت؟ لا ماشي كونستانت. وهادشي غادي نديمونطري دابا. حنا عندنا حاجه وحده اللي كونستانت على حساب لوا دو ديكارت الثانيه، غادي نطبقوها هنايا اشوف باش تفهموا هادي. الوغ قلنا ا، قلنا ا، لا دوزيام واش كتقول لنا؟ كتقول لنا ان 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 سينوس ياك سينوس اي ان كتساوي لنا ان دو سينوس اي دو. سي تخي بيان لحد الان مزيان. الوغ هادي نقدروا اننا نربطوها، هاد ان دو نربطوها لهنا، يعني ان ان على ان دو كتساوي لنا سينوس اي ان على سينوس اي دو. اه سينوس اي ان على سينوس اي دو كونستانت. علاش كونستانت؟ لان واخا نعياو ما نغيرو في هاد الزاويه اي ان غتغير اي دو، ولكن هادي تبقى لا ميم، لان لو انديس ما كيتغيروش، ان ان وان دو ما يتغيروش صافي. باش تفهمو مزيان نرسمو حنايا واحد لو بوان اخرى باش يبان لكم كيفاش. دونك نحاولو نديرو شي لون اخر بحال هداك حل. دونك نجيو لهنايا، ها هو قلنا ان توت لو غايون لي خاصهم يضربو هنا خاصهم يضربو في ا باش نقولو ستيغماتيزم. الا مشاو ضربو في بوان اخرى يعني ماشي ستيغماتيزم صافي. دونك هادي الا ضرب هنايا، دونك هذا نرسمو لا نورم، هادي لا نورم ديال هذا، ها هو لا نورم ياك. سي بيان، هادي انكسر يعني قلنا غادي يقرب جهته، غادي انكسر يعني غادي يقرب شويه جهته هنايا. قول حنا بحال هكا، دونك حيت طولو بحال هكا في نو نو اجي هنايا اكزومبل حيت تبسيط وصافي. هادشي هنايا ا بريم دو، دونك ماجيش مطابقين. دونك هادو ماشي ستيغماتيزم صافي، ماشي ستيغماتيزم. كان هنايا هاد الايماج خاصها تضرب هنايا، هاد لو غايو خاصو يضرب هنايا باش نقولو ستيغماتيزم. سي بيان صافي. حنايا هنايا، حنا هنا دونك هنايا المسافة اس ا تبدلات، تبدلات دونك هادي راه ماشي كونستانت صافي. وكان كانت كونستانت هاد طونجونت اي على طونجونت على طونجونت اي دو، دونك هادي غتبقى كونستانت، يعني المسافة كونستانت، يعني هادي هاد اي بريم دو غتضرب هنا. هادشي يعني شوفو دابا نديمونطريوها صافي. التعريف ديال كونستانت يعني ثابت، دونك حنا عندنا هادي هي اللي ثابتة. سينوس اي دو على سينوس سينوس اي على سينوس اي دو هي اللي ثابته، لان كتساوي لنا ان على ان دو، لان هادو ما كيتغيروش. دونك هادو كيبقاو ثابتات، هي ما تغير في هاد لي زونغل هادي. الا غيرتي هاد اي 3 دونك سخرتي جبتيها لهنا، يعني هاد صغار دونك، وهاد هادي عاوتاني حتى هي هاد صغار اكزاكتومون، غتعطيك نفس النتيجه صافي. ما هاديش تغير صافي، لان عندنا هاد لاغولاسيون هاكاك. حنا وكان كانت عندنا اكزومبل ان ان طونجونت اي ان كتساوي ان دو طونجونت اي دو، هنا عندنا الحق ان نقولو هادي كونستانت، ولكن هنا ما عندناش الحق ان نقولو هادي كونستانت صافي. نقدرو انا نفرقو هادي، اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دونك نكتبوها هنا باش يبان لكم، من بعد نحيدوها. طونجونت اي ان على طونجونت اي دو اشنو كتساوي لنا؟ طونجونت اي ان اشنو كتساوي؟ كتساوي سينوس اي ان على سينوس على كوس، على كوس كوس اي دو على كوس اي ان صافي. سينوس طونجونت اي ان كتساوي سينوس على كوس فوا اش فوا المقلوب ديالها، لان تحت نديرو المقلوب ديالها، يعني كوس اي دو على سينوس اي دو. سي تخي بيان، سي بيان. اشنو كتساوي لنا هادي؟ نحاول نجيبو هادي تحت هادي، يعني سينوس اي ان على سينوس اي دو فوا اش فوا كوس اي دو على
cos اي ان هذه كونستانت ولكن هذه ماشي كونستانت لان ما عندناش حنا شي علاقه اللي كاينه بحال هكا بحال سي ان 1 كوس اي 1 كتساوي ان 2 كوس اي 2 بحال هكا وكانت هذه وكانت هذه وي نقولوا ان هذه كونستانت دونك هذه متغيره سي بيان هذه متغيره الا غيرنا لوغيون هنايا دونك هذه القيمه ديالها تغير صافي الا تغيرات اي و اي 1 دونك القيم كامله هذه التغيير ديال الكوس اي 1 اي 1 على اي 2 على اي 1 تبنا لكم فهمتوا كيفاش صافي سي تري بيان يعني ان هذه نقدروا نروبلاسيوها ب اس ا 1 فوا سينوس اي 1 على سينوس اي 2 دابا هذه كامله ثابته هذه ثابته ما كتغيرش تعيا ما تضرب لوغيون هنا 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 ما تغيرلكش علاش لان ا قلنا انها الاوبجي امبوسيبل الاوبجي راه الاوبجي راه دونك هذه المسافه راه ما تغيرش لان هي اللي بغينا نشوفو الاوبجي ديال الايماج ديالها ها هي هذه المسافه راه ما تغيرش دونك اي غير نضرب هنا تطبق هاد لالوا هادي غتعطيك ان ا على ان 2 هادي كتساوي ان ا على ان دونك حتى هو الانديس راه ما كيتغيرش الانديس ديال اليمين ما كيتغيرش دونك هادو كونستونت ما كيتغيروش ولكن حنا راه زاد غادي نضربوها فاش في كوس اي 2 على كوس اي 1 هنا في كاين المشكل هادي نو با كونستونت بما انها نو با كونستونت دونك يعني ان هذا نو با ستيغماتيزم صافي سي تري بيان دونك يعني نو با يعني ان نحيو هادي دونك هادي اللي بغيت باش نبينو دونك عندنا ان لي كوس كوس اي 2 على كوس اي 1 او نو با نكتبو هكا نو با كونستونت ماشي ثابتة بما ان ماشي ثابتة هذه دونك يعني المسافة كتغير يعني المسافة ما بين اس ا 2 مع اس ا 1 غادي تغير صافي كل ما غيرنا لو غيون يعني ما غاديش يطابقوا في نفس لو بوين دونك نو با ستيغماتيزم سي بيان دونك لو عندنا لو ديوبتر بلون ني با ستيغماتيزم pour H ça me ok il n'y a rien à faire là c'est pas mal ركز معايا مزيان باش نفهم ها هي لا بولاسيون لي تصور ان هاد الاوبجي هادي جات في اس يعني هاد الاوبجي حطيناه في اس تصور ان حطينا الاوبجي ا بريم في اس غادي نغيروها هنا دونك نحيو هادشي باش يبان دونك هادي هي المعادلة اللي كتبين لنا ان هذا كونستونت ولكن رصا الى عوضنا اس ب ا ها هي اس ب ا دونك عطاتنا اس على اس 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 هي صفر اس اس المسافة اس اس راه صفر المسافة اس اس هي صفر الى بدلنا هادي ب اس 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 يعني صفر يعني هادي كاملها صفر يعني ان اس A2 كتساوي لنا صفر دونك يعني ان يعني ان A2 هي حتى هي اس يعني ان A2 غتعطينا اس دونك هنايا ستيغماتيزم يعني هالو كان الاولى فوقاش كتكون ستيغماتيزم سي تري بيان لو ديوبتر ديما كيكون نون ستيغماتيزم الا فهاد لوكا هادي هادي اول لوكا كاينين جوج لوكا اللوكا الاولى وهي انه الا كانت الاوبجي عندنا هو لا سومي هو اس اذا كانت اس دونك غتعطينا الايماج اس دونك هادي اذا كانت ا غتعطينا الايماج نيت هي ا بريم حسب المعادله اللي عندنا صافي سي بيان يعني انها تعطينا صفر تعطينا الايماج هادي هي الاولى نشوفوا الحاله الثانيه تصور انها جايه من لانفيني كيفاش ها هو دونك نقولوا ان هذا هو الايماج هذا راه جاي من لافين هذا هو الاوبجي جاي من لافين حنا ما عارفين راه جاي المهم من لافين دونك غادي نضرب هنايا غادي نضرب في دونك نديرو بحال هكا باش ما دونك نقولو انه جاي من لافيني هذا الايماج هذا جاي من لافيني دونك ندير بحال المهم ندير بحال هكا جاي من لافيني باش دونك خاصو يكون باراليل لانه الشكل ديالنا هذا هو الايماج ديالنا صافي هذا هو الاوبجي هذا الاوبجي كاين في لانفيني
دونك لو غايون ديالو ضربوه في هنايا شنو غادي يوقع له غادي نكسرو غنقولو انه غادي نكسرو بواحد الانكسار بحال هكا اكزومبل غادي نكسر حتى هذا بحال هكا دونك غادي يعطينا واحد الايماج فاش لانفيني سي بيان يعني اذا كان اوبجي في لانفيني غادي يعطينا ايماج في لانفيني يعني ستيغماتيزم نشوفو الرياضيا اذا كانت ماشي هي لانفيني يعني هذه اللي كانت ماشي هي لانفيني نعوضو هذه بالقيمة ديالها A1 دونك يعني ان اس ا كتعطيك لانفيني لانفيني في السينوس كذا يعني كلشي لانفيني صافي كتساوي لانفيني لانفيني يعني ان اس ا2 كتساوي لنا لانفيني دونك يعني حتى هادي جايه من اللي عطاتينا لانفيني دونك يعني ستيغماتيزم فهمتي سي تري بيان دونك جوج حالات دونك اكسبون هنا جوج حالات هما فين كنقولوا ان هاد لو ديو ستيغماتيزم يعني فاش فاش كتكون لو بوان دو اوبجي بوان هي لو بوان اس هي لا سومي وثاني حاجه وهي حيت كتكون ماشي هي لانفيني حسب لا غولاسيون سويمون هاد لا غولاسيون هي كتبين لنا ستيغماتيزم ديال ديوبت بلون سي تري بيان نتمنى انكم فهمتوا هاد لو بوان مزيان صافي لان تقدر تحطكم في كيستيون دو كور دونك غادي يقولك واش ستيغماتيزم ولا لا دونك خاصك انت تكتبها دونك خاص كله انها ستيغماتيزم بوغ اش اي في لانفيني واش او في البوان الا كانت سي تخي سي بيان دونك هادشي اللي كاين هنايا الوغ بالنسبة لواحد لوك اخرى دونك الايماج الايماج دونك شو ما هي مزيان نحيو هادي اللي تساعدنا باش يكون داكشي مكاد واحد الحاجة مهمة بزاف الايماج هنايا هذا الاوبجي عفوا هذا الاوبجي هذا غير لا فيرتيكال هذا الاوبجي غير لا فيرتيكال هذا الاوبجي ريال علاش ريال لان لو غايون اللي خارجين منه كونفيرج ديفيرج عفوا لو غايون اللي خارجين منه هادو ديفيرج ها هما ديفيرج هادو هما لو غايون اللي سايبونا الايماج ديفيرج ها خارجين منه يعني ديفيرج الا كان في الاوبجي لو غايون ديفيرج كنقولوا ان شنو كنقولوا كنقولوا ان الاوبجي ريال الا كانوا كونفيرج كنقولوا ان الاوبجي اشنو فيرتيال الاكس بالنسبه للايماج الايماج عاوتاني الاكس ديال الاوبجي يعني الا كانوا ديفيرج كنقولوا انه فيرتيال الا كانوا كونفيرج كنقولوا اشنو سي تري بيان كنقولوا انه ريال عندنا حنا لو غايون لي شكلوا لنا هاد لو بوين ا2 ها هو خارج ماشي هكا خارج منو ها الجوج ها هو خارج دونك خارجين يعني اشنو ديفيرج و الا كانو ديفيرج يعني اشنو فيرتيال عكس ديال عكس ديال الاوبجي سي تري بيان ولا نقولو انه شكون اللي شكلنا البوان او دو هما هادو اللي شكلنا هما التكميله اللور هاد الوهميين اللي درناهم دونك راه فيرتيال كاين بزاف التعاريف و هادشي كاملو شفناه فاش شفناه في الكور لوغ ديال فوقاش كنقولو فيرتيال ريال اكسيتيرا هادشي راه شرحناه صافي سي تري بيان الوغ هنا واحد الحاجة مهمة في لاد فيديو بتخطلو إلا كان عندنا الإيماج ريال أون ديريكتومون كنقولو أن إلا كان أوبجي ريال كنقولو أن الإيماج فيرتيال ديما أنفيرس ديما كيعكسو صافي وإلا كان الأوبجي فيرتيال غادي نلقاو ان ديما ان الايماج ريال عكس ديالو صافي نجربو شي وحده فيها فيكتي شاشه تعطينا ريال ولا غنشوفو دابا واش تعطينا دونك نقولو هكا اكزومبل بحال هكا نقولو ان ها هو الغيون اكزومبل نقولو هذا هو الغيون هذا غيون جيد صافي عطينا الغيون بحال هكا دونك حنا الايماج حنا ما عارفينش من الجاي ما عارفينش حنا الايما او دي اوبجي الاوبجي حنا ما عارفينش فيه الله ما عارفينش حنا دي اوبجي فيه الله باش كنعرفو كنكملو بحال هكا وكنفترضو ان هذا اوبجي يعني هذا الاوبجي مالو فيرتيال خيالي صافي هذا الاوبجي انا كنتخيلو هنا صافي سي تري بيان كيفاش غادي نحددو هاد لو بوين سي بيان دونك غادي نرسمو نورمالمون غادي نسمو لا نور ها هو لا نور دونك حيت غادي يضرب هاد لو بوان هنا اش غادي يوقع له غادي ينكسر نقولو انه انكسر بحال هكا
دونك حيت هادي انكسر هاد لو غايون هادي انكسر هادي كمل وهادي ضربنا في هاد لو بوان وهاد لو بوان هي ابريم هي ايماج هاد الايماج مالها ايماج غيال علاش غيال لان لو غايون هو اللي كونها ماشي هاد النقاط هما اللي كونوا ماشي تكمل هاد لو غايون كما شفنا هنايا انه داك النقاط داك تكمل اللور ديال لو غايون اللي كملناه هو اللي كونناه هنايا لا ميم شوز دونك هادي شيتنا دونك اذا كانت هادي ايماج غيال كتكون هادي اوبجي فيرتيكال لا ميم شوز تبقى تبدل فيهم ديما تلقى انفيرس ديما تلقاهم متغيرين ديما كيتغيروا سي تري بيان الوغ دابا نحيو ونشوفو دابا شوفو الحالة الثانية وهي ستيغماتيزم ابخوشي الوغ نحيو هادشي ونشوفو ستيغماتيزم ابخوشي الوغ نكملو بارتي وصلنا لبارتي الثانية وهي ستيغماتيزم ابخوشي سي تخي بيان راه عرفنا شكون هي ستيغماتيزم ابخوشي هي واحد التقريبية باش تقدر تعطينا ايماج صافي يعني عارفين حنا ان ليديوب تخبرون ما غاديش يعطيونا ايماج اكزاكت لانه ماشي ستيغماتيزم يعني نحاولوا نديروا ستيغماتيزم ابروشي باش نقدروا نوصلوا لواحد الايماج صافي نقدروا نوصلوا لواحد الايماج سي بيان حيت كنقولوا ستيغماتيزم ابروشي يعني لو كونديسيون دو بوس خاصنا نطبقوهم صافي يعني الزوايا اللي عندنا الموفاليج اكسيتيرا دوك الزوايا اللي عندنا خاصهم يكونوا بوتيت صغار سي بيان يعني طونجونت تيتا كتساوي تيتا والسينيس تيتا كتساوي تيتا وداك داك داك الاوبجي خاص يكون بلون وخاص يكون بروبونديكولار افيك لاكس سي سامبلومون شي هو اللي شرحنا في لا كونديسيون دو كوس بالنسبه ستيغماتيزم ابروشي سي بيان الوغ شو معايا مزيان الوغ في الاولى ستيغماتيزم دو بلون دو دو بلون استنتجنا واحد لا غولاسيون شكون هي هادي نكتبوها هنا استنتجنا ان اس A2 كتساوي لنا S A1 ياك في طونجونت طونجونت I1 على طونجونت I2 حد الآن كلشي مزيان صافي ألوغ هادشي استنتجناه في البارتي الأولى ديال ستيغماتيزم دو ديوبتر بلون سي بيان هادي هي لوغلاسيون استنتجناها ولكن حنايا هنا راه خدامين ستيغماتيزم أبروشي ستيغماتيزم ابروشي يعني زوايا صغيرة يعني ان طونجونت كنعرفو ان طونجونت غنكتبوها هنايا طونجونت اكزومبل طونجونت اكس حيت كنديرو لو ديفلوبمون ليميتي كيعطينا اكس زائد واحد على ثلاثة اكس اس تخوا زائد جوج على خمسطاش اكس اس خمسة زائد طن شي نقريتو في ديفلوبمون ليميتي الا كانت اكس صغيرة بزاف دونك هادشي كامل كيتهمل كيساوي لنا تقريبا زيرو كيعطينا صفر 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 اكسيتيرا صافي كيتهمل صافي يعني كتبقى لنا طونجونت اكس كتساوي اكس سي بيان حنايا هنايا غنخدمو فاش ستيغماتيزم ابروشي غنكتبو هنايا بوغ ستيغماتيزم ابروشي الوغ اشنو غادي يكون عندنا غتكون عندنا طونجونت اي ان كتساوي لنا اي ان نديرو تقريبا اي طونجونت I2 كتساوي لنا I2 I2 صافي سي تري بيان الوغ كاع الا بغيت نبينوها عندك طونجونت I1 شحال كتساوي لنا كتساوي لنا سينوس I1 على كوس I I I1 صافي كوس I1 هنا كوس I1 مكتساوي لناش I1 كوس I1 في اونجل بوتيت كتعطينا واحد صافي في لونغل بيتيت كتعطينا واحد دونك هنايا يعني عطاتنا في لونغل بيتيت تعطينا واحد وهنا السينيستيتا كتعطينا اي ان دونك كتساوي لنا اي ان صافي كاين لي بروف لي كيبينوها بحال هكا دونك كيفرق لك هاد طونجون كيفرق لك السينيس كوس كيقول لك ان لونغل بيتيت في الكوس كيساوي واحد اكسيتيرا الا درتي ديفلوبمون ديال الكوس غيعطيك كيساوي واحد زائد شي طن وداك الاخر كي هادشي كامل كيتهمل كيبقى لك واحد صافي هادشي راه قريتو في ديفلوبمون ميتي في الاناليز الا ما قريتوش سامبلومون هادشي راه تعليم بسيط الا كان لونجل بيتيت نعقل عليها ان طونجونت اي كتساوي اي اي او سينوس اي كتساوي اي او كوس اي كتساوي واحد في لونجل بيتيت صافي سي تخي بيان الوغ هادشي غنطبقو على هنا يعني ان اس ا دو غتولي كتساوي لنا اس ا ان فوا اش فوا اي ان على اي دو حد الان مزيان صافي الوغ ف
فاشنو عندنا؟ قلنا عندنا ان ان سينوس اي ان كيساوي لنا ان 2 سينوس اي 2 صافي. هادشي راه حسب على الوضع دو كارت جامجا. هادشي راه سهل. الوغ دونك عندنا حنايا ان سينوس اي ان كتساوي اي ان و سينوس اي 2 كتساوي اي ان بوغ ستيغماتيزم. يلا نكتبوها بوغ ستيغماتيزم ابروشي شيء أتولي عندنا المعادلة N1 في I1 كتساوي N2 في I2. وهذا الشيء شرحنا في ستيغماتيزم أبروشي. كنا بقى نخدمو بهاد إلا بقيتو عاقلي صافي. حنا بغينا نجبدو I1 على I2. دونك هنايا I1 على I2 شنو كتساوي؟ I1 على I2 كتساوي لنا N2 على N1. سي تخي بيان. دونك حنا نقدرو نروبلاسيو هاد المعادلة ب SA2 كتساوي لنا SA1 فوا اي ان على اي 2 يعني انا نبلاصيو بهادي هي ان 2 على ان 1 سي بيان. اشنو كتسمى هادي؟ هادي هي كتسمى غولاسيون دو كونجيكيزون. دونك نقدرو نجيبو هذا لتحت. دونك نجيبو هنايا اس ا 2 مقسوم على اس ا 1 كتساوي لنا ان 2 على ان 1. هادي هي غولاسيون دو كونجيكيزون. هو كيكون عاطيك الانديس كيكون عاطيك المسافة ما بين لا سومي وما بين الايماج ولا لا سومي وما بين الاوبجي. كيكون جبد المسافة ما بين لا سومي والايماج ولا لا سومي والاوبجي كيكون واحد المجهول في هادو. دونك كتخدم هاد لا غولاسيون دو كونجي ديزون صافي. الو نشعلو الضو باش يبان مزيان كيفاش هي سي بيان. الو قلنا كما هذا هادي كتسمى غولاسيون دو كونجي ديزون. كتبو هنايا هذه كتسمى relation de conjugaison c'est bien ça fait relation de conjugaison c'est très bien. D'abord non la relation je dis d'abord il y a relation de conjugaison pour la dioptre plan mais ni c'est pas la dioptre plan mais c'est très bien la relation de conjugaison mais ni c'est pas le miroir ou les choses non ni c'est pas la dioptre plan. يعني اس ا 2 راه كل وحده نشوفوا لهم ميغوا كونفيكس كونكاف حتى هي عندهم ما يسمى بالغولاسيون كونجيكيزون. شتي نشوفوا وقلت هاد الغولاسيون كونجيكيزون في كتكون فاش ستيغماتيزم ابروش هاكا هاي هادي هي غولاسيون دو كونجيكيزون. الوغ نحيو هادشي ونكملو الشرح ديالنا. الوغ كاين واحد السؤال ممكن انه يطرح. دونك دابا حيت كنقولو ستيغماتيزم ابروشي يعني تقريبي يعني راه عندنا صورة يعني لغة كاملة هاديك لاصقو تقريبا في واحد لازون. دونك هاديك لازون كنعتبروها صورة فهمتي يعني راه عندنا صورة فهمتي سي تخي بيان. الوغ يقدر يضحك واحد السؤال وهي لا ديستونس اونتخ لو اوبجي اي لو ايماج. لو اونتخ لا نكتبو هنايا لا ديستونس المسافة entre l'objet et l'image. C'est bien. Le message est bien l'objet ou l'image. C'est bien. Maintenant, je vais vous dire comment nous allons dire. Nous allons dire K, nous allons dire A. سي بيان. قلنا نوكي ضرب هكا اكزومبل كينكسر كنكملو هذا طن 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 كيعطينا ا هادي سمينا ا1 هادي ا2 صافي هادي اس باش يبان كلشي هادي اي شي اللي درنا صافي سي بيان. دابا حنا بغينا نشوفو المسافة هادي هو كحسبتي المسافة ما بين الاوبجي والايماج ما بين ا1 و ا2. هذا هو الاوبجي وهذا هو الايماج يعني هاد المسافة احسب لي هاد المسافة صافي. هنايا راه قلنا ستيغماتيزم ابروشي يعني اي غيون ضرب هنا تقريبا غادي يضربو هنايا فهمتي. علاش؟ لان هزينا درنا لو كونديسيون دو غوز هادشي شرحناه ستيغماتيزم ابروشي صافي سي تخي بيان. يعني المسافة تكون كونستونت باش مالي صافي باش كلشي يفهم شنو كنقول صافي. يعني المسافة تكون كونستونت. دونك حنا مكنهدروش على ستيغماتيزم واش ستيغماتيزم ولا ستيغماتيزم. طبقنا لو كونديسيون دو غوز دونك غادي يعطينا واحد الايماج سي بيان. دابا نحسبو المسافة ما بين ا1 و ا2 كنديرو. دونك المسافة ما بين ا1 و ا2 شنو كتساوي لنا؟ الو غادي ندخلو اس بيناتهم صافي اللي عندنا سومي صافي ا1 اس كتس زائد اس ا2.
ما درنا والو دخلنا بيناتهم اس هاكاك سي بيان الوغ اس ا 2 نقدروا نبلاصيو بهادي ونقدروا نبلاصيو اس ا 1 بهاد لابولاسيون ولا اس ا 2 بهاد لابولاسيون دو كونجيكيزون لي بغيتو دونك هادي كتساوي لنا المهم هو انها كتساوي لنا اس دونك هنايا عندنا اس ا 2 هي اس ا 2 اس ا 1 خاصنا اس ا 1 دونك نقلبو هادو يا قلبناهم غتولي موان S A1 زائد S A2 ياك يعني كتساوي لنا S A2 نصبقوها هي الأولى ناقص S A1 سي بيان مزيان دابا ألوغ دابا نروبلاصيو اللي بغيتو نروبلاصيو S A2 غتعطينا بدالات إكسيتيرا نروبلاصيو حنايا S A2 شحال هذا تكون S A2 هي اس ا 2 حسب لغه كونجيكيزون فان اس ا 2 شحال كتساوي لنا كتساوي لنا ان على ان ا دونك هذه نضربوها هنايا يعني تعطينا اس ا سي بيان دونك شحال كتساوي لنا اس ا 2 حسب لغه كونجيكيزون كتساوي ان على ان ا اس ا ناقص اس ا سي بيان عامل مشترك كاين وي كاين هذه هي المسافه اللي بغينا هنايا ما بين الاوبجي والايماج اوبجي والايماج Donc il a amené un réel S A S A1 donc à N de la N1 Narcis Narcis Ouet c'est bien c'est très bien donc il y a le message ma bien l'objet ou l'image il est à l'heure la relation que c'est bien donc qui qu'on a dit que le message ma bien la somme ma bien l'objet ou qu'est-ce qu'on que استخدام هاد لا غولاسيون هادي سي سامبلومون يقدر انك يطيح لك واحد السؤال تقول لي تقول بما ان اس ا قلتي انها كونستانت و ان و ان دو ناقص واحد كونستانت يعني هاد المسافه ثابته يعني ا1 مع ا2 ثابته سي بيان وقلتي لي نتايا انه هذا ماشي ستيغماتيزم صافي كاين بعض الاسئله بحال هكا شو معايا حنا قلنا هادشي كامل اللي كنديروه ستيغماتيزم ابروشي بقينا ستيغماتيزم ابروشي الا ما شتيش لا فيديو ديال ستيغماتيزم ابروشي يعني باش يعطينا تقريبا صوره كنديرو دوك الشروط ديال غوس باش نلقاو صوره فهمتي باش نلقاو صوره دونك راه لقينا صوره كونستانت هادشي صافي اي غيون نضرب هنايا غادي يضرب في هاد في هاد لا زوم هادي ا 2 فهي هادي كنسميوها الايماج سي تري بيان الوغ لان طبقنا كونديسيون دو غوس لان هزينا دو بتر بلون صغير بزاف اكسيتيرا واحد القطعه منه يعني الزوايا اللي عندنا هنايا هاد الزاويه هادي هاد تيتا 1 و تيتا 2 بيتيت صغار بزاف دونك غادي يعطيونا ايماج سي سامبلومون اي غير نضرب غادي نضرب تقريبا في ديك نفس لو بوان ا 2 سي تري بيان الوغ هادي هي الحالة الثانية وهي ستيغماتيزم ابروشي ساليناها شي حاجة سهلة كيما كتشوفو ان هادشي بسيط بزاف الوغ حنا نحيو هادشي ونكملو شوفو دابا شوفو اخر حاجة وهي الايماج دو بيتيت اوبجي باراليل اي ديوتر كيفاش شو معايا مزيان الوغ غنصمو هذا هو الديوتر الوغ غندير واحد الاوبجي بيتيت يعني واحد الاوبجي بيتيت يعني صغير اون باراليل بحال هذا سي بيان هذا اوبجي نكبرو شويه ماشي يبان دونك غنسميو هذا التحت ديالو نسميو ا1 وهذا بي1 سي تري بيان الوغ باش نرسمو الايماج ديال هذا كيما العاده دو غايون سي سامبلومون ها هو الغايون الاول غيضرب هنايا سي بيان وندولو لو غايون الثاني لو غايون الثاني نفترضو ضرب بحال هكا سي بيان لو غايون الاول اش غادي يوقع له مالو ماشي مع النورمال هو راه ماشي مع النورمال دونك غادي يختار غادي يكمل طريقو سي سامبلومون غادي نكمل هو هذا اللور ديالو سي بيان لان هذا شنو قلنا هذا اوبجي ريال هذا اوبجي ريال لان لو غايون مالهم ديفيرج يعني اوبجي ريال يعني الايماج اش لقاوها انفيرس يعني غادي يلقاو الايماج ديفيرون يعني مختلفين يعني ان الايماج غادي يلقاوها فيرتيال صافي الوغ قلنا هذا هو الثاني دونك نرسمو لا نو هذا هو لا نو دونك غادي نكسر اكزومبل واحد شويه بحال هكا نقولو نكسر واحد شويه هكا ها هو لوين ديالنا دونك غادي نكملو بحال هكا
et là, fait le point, il dit, on fait le point, il y a l'image, si simplement, alors il y a l'image, c'est bien, il y a P1, O, A, A, c'est mieux, A2, P2, simplement, puis il fait ce qu'il y a l'image, il dit, un petit objet, il y a un petit objet, c'est très bien. Alors, c'est la condition d'Ogos. La condition d'Ogos, relation de conjugaison. Alors, je vais la relation de conjugaison. Quand on a la relation de conjugaison, on a S à 2, S à 1 fois N2, là, N1. C'est très bien. Il y a condition de relation de conjugaison. Relation de conjugaison. Bénisse le point A, A. Je trouve le point B, la même chose. Et là, il y a des liens. Il y a des liens. Il y a S. Donc, il y a des liens. Il y a K. K. Il y a la somme. Bénisse le point A, A. Bénisse le B. Il y a le point B. Ça fait. Il y a un K. K, S. K, F. يعني أن حسب relation de conjugaison فإنك ب ب2 example كتساوي ك ب1 fois n2 على n. دونك إلا طبقتي دوك داكشي اللي قلنا تلقى نفس لا relation صافي de conjugaison صافي سي تري بيان. الوغ إلا لاحظنا دونك كاين واحد العامل مشترك هنا. الوغ إلا قلنا أن هناك واحد العامل مشترك. Donc, l'ami mouchtarak, ou N2, elle a N1. Donc, il y a N2, elle a N1, je vous casse ça, N1. Elle dit, je vais aller là, il y a S1, elle a S1, S2, 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 on a plutôt là, elle a S1. Ou elle a N2, elle a N1, elle a N1, casse ça, K, B2, elle a K, B1. C'est bien. C'est bien. Il y a un hada qui est servi à lui. Il y a un hada, donc le masafa S A2, elle a S A1, fait une kassawi K B2, elle a K B1. C'est bien. Il y a un hada le masafa K B, K B2. مقسومة على ك ب1 كتساوي لنا دونك هذه هي نفس المسافة دونك البعد كيكون بحال بحال سي تري بيان. دونك هنا كنستنتجو ان هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه. دونك نقدرو نستنتجوها ان دونك بلا ما نديرو هذه كاع بلا ما اون جينيرال باينة دونك هذه كتساوي هذه دونك هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه. دونك يعني ان اس ا2 تساوي لنا ك ب2 وهذه كتساوي هذه دونك اس ا1 كتساوي ك ب1 سي تري بيان. اشنو كيعني هذا بما ان هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه دونك هذه كتساوي هذه راه عرفنا دونك داكشي علاش قلنا هذه كتساوي هذه وكتساوي هذه. دونك عندنا ان اس ا2 فين راه اس ا2 هي اس ا2 كتساوي لنا ك ب2 سي بيان صافي. وعندنا ان اس ا1 هي اس ا1 كتساوي لنا ك ب1 يعني ان هذه غتساوي لنا هذه صافي يعني ان المسافه هادو كيتساوا. دونك غنكتبو هنايا دونك يعني ان دونك نكتبو هنايا دونك لو ايماج ماش الإيماج في الرأي الإيماج عفنا هنا هي هذه A2 B2 A الأوبجي G A1 B1 مالهم دو عندهم ميم سونس نفس الإتجاه ميم سونس عندهم نفس الإتجاه بمعنى اللي تساوي هذه واللي تساوي دونك عندهم لا ميم سونس سي تري بيان. ولكن ما عندهمش
ولكن ما عندهمش لا ميم ناتور، بمعنى ان هذا اذا كانت اوبجي غير هذا كيكون اوبجي فيرتيل كيكون ليبس، يعني لا ناتور ديفيرون مي دو ناتور ديفيرون ديفيرون صافي. دونك اشنو كنفهموا من هذه البارتي هذه؟ كنفهموا جوج حوايج. ان الميغوار بلون شنو كتعطينا؟ كتعطينا ان الاوبجي والايماج ديما عندهم لا ميم سونس، يعني لا ميم سونس، يعني ديما الكونسيبت تلقاه مقلوب، ماشي تجي وتلقى الايماج اكزومبل ترسمها وتلقى الايماج مقلوبه بحال هكا، لا كتلقاها لا ميم سونس. دونك طالعه للفوق طالعه للفوق صافي ديما، هادشي حتى هو كاين في الميغوار بلون، في الميغوار بلون. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه في هذا الميغوار بلون هي انه كيعطيو لا ناتيو ديفيرون ديما لا ناتور دو فون. الا كان الاوبجي غيال فان الايماج فيرتيال، والعكس الا كان الاوبجي فيرتيال فان الايماج غيال. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. دونك واخا طولنا عليكم ولكن باش انكم نضبطوا جميع لوكال اللي كاينين في الفيديو بتخطوا. الوغ نتلاقاو ان شاء الله التكمله ديال